أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن آخر الأخبار، وبنكمل من الفيديو الأخير. قلنا في خبر عن إيدي كينغستون مشكل مع سامي، ولهذا السبب وقفوه لفترة زمنية، وفي داينامايت انتهت الفترة هذه وكان موجود في كواليس العرض. لو تتذكرون قبل فترة إيدي كينغستون تحدى سامي جوفارا لمباراة في أول أوت، أنا الموضوع هذا نسيته تماما. وعرفنا الأسباب. أول شيء تحذير، بعطيكم النقطة من مصدر غير موثوق اللي لعب الدور في الأحداث القادمة. رقم واحد، يقول لك في كواليس داينامايت إيدي كينغستون صم سامي جوفارا بوكس وأغمى عليه، يعني الولد راح فيها، ولهذا السبب وقفوه مرة ثانية. المهم بعد الأخبار إيدي كينغستون بنفسه تكلم مع بي دبليو إنسايدر، قال أنتوا تعرفون الحقيقة وأنا ما أكذب، اللي سويته كان غلط وغير احترافي، والواقعة صارت. سامي جوفارا سوى اللي سواه والناس يقدرون يشوفون الحقائق ويقولون إني أنا غلط. بعدين إيدي كينغستون بنفسه غرت وقال آخر شيء يقوله عن الإيقاف هو اللي سويته كان غلط، غلطة مني إني ألمس وجه شخص ثاني والمفروض أكون الشخص الأكبر. أتفق معاك إيدي، بس كثيرين يشوفونك بطل هيرو لأنك لعنت خير سامي جوفارا، وهالشيء تقدر تقول سلبي. بس لو الحبيب فعلا قال كلام بذيء لإيدي كينغستون ويتفلسف في أمور ما يخصه ورا الكواليس، لازم يكون في واحد يوقفه عن حده. وفوق هذا قال إيدي كينغستون أنت متين، عيب. تعرفون نحن أصلاً في تردكة مصارعة دائماً نقول لا تكذب لا تكذب ولا للتنمر، بس نصيحة مني الأخ إيدي، أتمنى تبتعد عن المشاكل، مو بناقصين نشوفك يعني في عالم الإنديز وما حد يوقع معاك، بس لو أنا بدالك كان صبرت لأول أوت ولعنت خيرة في الحلبة. رأيي الشخصي. وفي عالم AEW ديف ميلتر يقول حتى الآن المباراة بتكون بين سيم بانك وجون موكسلي في أول أوت، يمكن المباراة تكون بنوع خاص يعني نو ديسكواليفيكيشن أو شيء من هالقبيل، بس بانك بعده موجود في الخطة وراح يلعب ضد جون موكسلي. وفي فيديو الأخير شفت تعليق مؤثر عن اللي صار في مباراة لقب الموحد، بيست بيستو يقول تلك النظرات المتحسرة من سيم بانك وهو يسمع الهتافات التي تخونه مع جون موكسلي تنبأ بسيناريو عودة سيم بانك بشخصية الهيل، هذا ما يبدو أنه قد تم طرح في السيناريو. نعم، أتمنى تتعلمون الكلمات والجمل المعبرة. شكرا لك بيست بيستو. وحدة ثانية من حسين يقول أول مرة أتابع مقطع لك وأعجبني وأتمنى التوفيق لك. شكرا لك أخوي حسين، ما تقصر. والثالث من سحسون يقول كفو واصل أخوي، تصميم جميل، لا تخلي أحد يحبطك، بس لو تنوع لأنه مو كثير يتابعوا AEW. حبي أنا أغطي كل شيء، يعني مو بس AEW، عندك WWE مرات الإنديز، جميع الأخبار. وبالنسبة للـ WWE و AEW يقول لك توني خان أرسل إيميل لنيك خان وستيفاني مكمان حتى ميجا باريك باريكو باريق ميجا باريق عشان يوقفوا التواصل بينهم وبين المصارعين اللي موقعين مع AEW. هذا من PW Insider. والثاني من ديف ميلتر يقول ما عرف التفاصيل بالضبط، بس كذا مصارع تواصلوا معاهم الـ WWE ومش اسم واحد فقط، كانوا أكثر من واحد. والله الموضوع يعني غلط، ممنوع شركة ثانية تتواصل مع موظف في شركة تعتبر يعني منافسة لهم، بس لو كان اتصال خلنا نقول يعني عمو اتش دق عليهم شخبار أمورك طيبة وكذا، يعني بس يطمن عليهم، ما أشوفها غلط. بس لو قال لهم متى بتخلص عقدك نباك ترجع لنا وكذا، هذا يعتبر غير قانوني. نعم، يمكن لهالسبب وقع مع هيترو ما حصل حد موجود، بس رجعوا جوني غارغانو، هالشيء ايجابي جدا. وخبر عن ثاندر روزا مسوي ضجه الفتره هذه. اول شيء من بي دبليو انسايدر قالوا ثاندر عندها اصابه في الديسك الظهر، وهي كانت تشتغل مع الاصابه في الفتره الاخيره، بس حتى الان ما عندنا وقت محدد متى هي بترجع للحلبات. وحتى في التقرير لمحوا انه يمكن هي تطول تقريبا 3 إلى 4 أشهر. بس بعدين من عمو ميلتزر قال ثاندر روزا ما بتبتعد كثير، ولهذا السبب AEW عملت لقب مؤقت لقسم السيدات. الحين نصدق منه PW Insider ولا نصدق ديف ميلتزر؟ ما ادري. وفي خبر من Fightful Select ما اعتقد اقدر اراويكم لان لازم تدفع عشان تنضم معاهم وكذا، بس اللي مكتوب في التقرير ان ثاندر روزا وبريت بيكر ما يدانون بعض، كل واحدة تكره الثانية ويعتبرون أعداء ورا الكواليس. حتى جيمي هيتر تكره ثاندر روزا، ولو تذكرون في مباراة اللي بينهم ثاندر روزا كسرت خشم جيمي هيتر بالغلط كان، وثاندر كانت خايفة لدرجة انها تمت في الحمام وما طلعت برا عشان ما تنضرب.
اوكي، ما ادري اذا اصدق الخبر هذا او لا. اذا فعلا في عداوة بينهم، انا اقول رب ضرة نافعة، جتها اصابة، كون بطلة جديدة، واتمنى تكون توني ستورم. لان خبر ثاني قال المفروض توني ستورم كانت تفوز في اول اوت على ثندر روزا وتاخذ اللقب منها. فاذا الخطة تمشي بنفس الطريقة وبنشوف توني تحمل اللقب قريبا، اتمنى ما نشوفها ضد بريت بيكر. انا عن نفسي مليت من القصة هذه، طولوا فيها كثير، جيب لي منافسات جدد. المصيبة قسم السيدات ضعيف في AEW، بس عندك ريهو، عندك هيكارو شيدا، سيرينا ديب، مرسيدس مارتينيز حتى لو هي حاملة لقب ROH للسيدات، جيبها خلت تلعب ضد توني الفترة هذه، وبريد بيكر تركز على شيء ثاني. بس خلوا بريد بيكر تلعب ضد جيد كارجيل، يونسون بعض على لقب TBS، وتوني تقدم مستوى حلو في المباريات. وعطاري جوني غارغانو يقولون AEW كان لهم فترة طويلة يتعاقدون معاه، وحتى كان في نجوم ورا الكواليس يبغونه يكون موجود في الاتحاد، بس توني خان طول في القرار، ولهذا السبب وقع مع WWE، خصوصا لان عمه اتش رجع ومسك زمام الامور. ولكن AEW يبون يتعاقدون مع كانديس لري. انا اقول دام جوني غارغانو موجود في WWE صعب جدا ان هي تتخلى عن زوجها، واكيد بتكون معاه في WWE. ما بيقول اكيد، بس بنسبة 99.9% بتوقع مع WWE. يقول لك اذا فات الفوت ما ينفع الصوت. خلي الحبيب ينجح في رو، واتمنى يكون له بصمه يعني في العروض، يلعب على لقب الولايات، حتى على لقب العالمي اذا ضافوا اللقب هذا في ماندي نايت رو بعدين، بينجح اكثر في WWE، خصوصا مع وضع بعض النجوم اللي وقعوا مع AEW. يمكن ما اطمن المصارعين يوقعون معاهم الفتره هذه، وعندك زحمه توني خان، فالله يعينك. ومن عالم NXT يقولون سولو سكوا مع اندي هارتويل توقعوا قريبا يظهرون في العروض الرئيسيه. طبعا سولو مكان سماك داون عشان ينضم مع الأوسوز ورومن رينز، يكون مع اخوانه يعني والاهل، واندي هارتويل لازم تكون في ماندي نايت رو لو فعلا جوني غارغانو بيتم هناك. اوستن ثيوري موجود، كانديس لو انضمت معاهم، حتى ديكستر لومس، ولكن هي مستواها في الحلبة تعبان جدا، وانت تبغى تسنع هالشيء، خصوصا اخر كم اسبوع شفنا مستوى المباريات بجودة عالية وانا مستمتع فيها كثير. وخبر عن فينس مكمان الحب، يقول لك ظهر لعيد ميلاد جون سينا وكان معاه سيدة جديدة، وبتشوفون صورة هني لبات ماكافي وبروك لزنر حتى موجودين في عيد الميلاد. بات ماكافي متى انضم للWWE والان موجود في اكثر المناسبات لهم، حتى ورا الكواليس يحبونه وايد. والله كفو عليك عمو اتش، ما عنده بنت تزوجها. وهني بتشوفون فيديو لفينس مكمان تواجد موجود، الله، مع سيكوريتي مغطي ويها. اوه السيدة صبر، الشنطة في حلجها بس ما طاح، شو السالفة؟ اوكي دخل السيارة، شو هذا الليموزين؟ خف علينا، هذا جون سينا مع مرته. اوكي كل عام وانت بخير جون، كل عام وانت بخير. اقول تلعب ضد رومان ترجع فترة ولا؟ اوكي اي صح، عيد ميلاد فينس مكمان مش عيد ميلاد جون. صبر، عيد ميلاد فينس، انا لخبط بالامور شوي. وحتى توني خان قال شيء عن بانك، اصبر. ايه هذا حصلناه، يقول باكر في رامبيج الساعة 10 بتوقيتنا بتسمعون كلام سي ام بانك اكسكلوسيف ورا الكواليس بعد ما خسر مباراته ضد جون موكسلي. هذا اتوقع بيكون اهم شيء في العرض، فننتظره ونشوف اذا فعلا بيحرك الارقام والمشاهدات، ويمكن يعلنون عن الريماتش بينه وبين جون موكسلي في اول اوت. لايك وسبسكرايب، لا تنسون دائما وابدا بينكم 1 سويت.